طبعا الحين طلعناهم ووريكم طريقة كشف جدا مريحة جدا جدا. هذا هنا الحين الطيور طلعناها. طبعا الحين طفينا طفي جميع اللمبات، حط عندك فلاش. هذه ما شاء الله فيها عروق، هذه ملقحة، هذه ما شاء الله، هذا ما شاء الله ملقحة، هذه في عروق يمكنها باينة عندك أكثر منها بفلاش. شوف هذه عروق واضحة صح؟ هذه ملقحة، هذه ملقحة، هذه ما شاء الله هذه ملقحة، هذه فيها عروق ما شاء الله تبارك الله ملقحة، هذه ما شاء الله، هذه مو بمبين معها بشكل كبير جدا. wait a minute you see you found anything فيها كسر فيك إيه هذا فيها كسر، هذا فيها كسر، هذول الثنتان ملقحات، هذه اي ملقحة، هذه ملقحة، هذه فارغة، هذه فارغة وهذه مكسورة وهذه ملقحة. هذا الأول ما فيها شيء، ما في اي شيء، هذا الأول. وهذه الثانية اللي قلنا ان فيها كسر، تكون ملقحة بس ان فيها كسر، فيها جنين ميت بسبب الكسر، هذا هو. الله يعوض.